حلقتنا بتكفي وانا وين كاميرتي؟ اي وحده هونيك يا عند الي. لكن حلقتنا مع نيتشر باي مارك بيروت منيحه هاي؟ لا لا بس هيك بمزح. طيب اليوم مارك عندنا نبته اسمها لسان الحما 100% ماتت، يعني لسان الحما ومات. هيدي هي اسمها هيك، وبالفرنسية بيقولوا لها لانك دو لابيلمير او حتى بلانت دو لابيلمير. قد ما هي قويه، يعني انا اذا حدا بيقول لي بدي نبته حتى ببيت وانا ما بعرف اهتم بالنباتات بقول له هيدي. سو لما حدا هيدي وبيقتلها او بخليها تصير هيك بيكون عندنا وضع مزري. سو قلنا بنشارك المشاهدين، بيكون عنده مشكل مع حماته ولا يعني قطر يعني. فبدنا نفسر ليه صار هيك، نزرعها منيح نهتم فيها، ونقول انه يعني اذا بدك نوسيون انه النبته تبعي ماتت. هي يعني كثير اذا بدك يعني في ناس بيقولوا ماتت، بس هي ما رح تشوف انه ما في شيء ميت، بس انه عم بتعينه يعني. فكيف نهتم فيها وهيك، واذا بدك فينا ناخذ اتصالات نحن نشتغل. اذا على بالكم تتصلوا بمارك عندكم اسئله نحن على السما. طيب هي هي شلناها صح. هلا انا شلتها من هون قبل، بس رح بلش بشغله قبل ما نشتغل بالبلانت ونفرط لها ترابيطه وهيك. دائما لما بكون عندنا بلانت مزروعه بو، اول شيء بنطلع عليه، اول شيء دائما انا بسال العالم البو تبعكم مفخوت؟ سو هيدا البو مش مفخوت، هيدي اول جريمه بتصير للنباتات. يعني بدنا نتعلم دائما. فانا هلا رح اقول لك عاده كيف البو بنفختهم يعني ونشتغلها. سو هون عاده دائما بكون في محطوطين كثير منيح هول الزياح يلي رح ينفختوا. احنا مثلا هيدا وحده مبينين يعني البريمات. سو بنجيب سكينه، لا مش ضروري هيدا، وهين كثير بنبرم على هول الاربعه، بنكون هيك عم نعملها بنسميهم الدرينج هولز او الفخويت مطرح ما المي بده يطلع. بس هو بيزكلي الي اهم من المي انه يطلع هو الهواء انه يطلع. فهيدي شغله كثير مهمه. مشان هيك هون البو هلا مبين صار مفخوت اربع مطارح. هون مفخوت كمان؟ هلا هيدي ايه معموله لانه بده يكون مفخته من تحت عملوها من هون، وهيدي غلطه. اذا فخدت من فوق تنضوي على هيدا الموضوع. ايه هون اذا بدك المدام بركي فختها هون البو، بس هيدي غلط لانه اذا المي جمعت تحت هيدا تعمل كل المشاكل. بتعرف انت بحيالة مطرح مثلا اذا كنت بنهر بيقولوا لك شراب ما المي الجاريه ماشي حالها. الستاجننت ووتر او المي اللي ما بتجري دائما بتعمل مشاكل وبتعمل امراض، وهي اللي رح تخلق كل الامراض للنبته. سو هيدا اول شيء بنعمله. الشغله الثانيه هون انا هلا فينا نحط حجار، فينا نحط اللي بدنا اياه. انا جايب معي شيء رح نفرجيهم كمان اسمه بسموهم بيدرجيل، يعني هن نوع من بولات هيك صغار. هول بيمتصوا رطوبه والاكسس اوف ووتر كمان هن بيمتصوهم. نفس الوقت اذا انا كبيتهم بالكعب، ما بده يشتري من هول في يجيب مثلا فلين حجار اللي بدنا اياه. بس هول لما نحن بنكون رح نفرجي عبينا على القليله البارتي التحتانيه منهم، انت بتعرف ساعتها اذا في اكسس مي هن بيشربوه. نفس الوقت هن لانهم مثل حجار بصير الهواء عم بيقطع بالشلش. وبرجع بقول لك لنبته عايشه جوه البيت اهم من المي، اهم من الشمس، اهم من الضوء، اهم من كل شيء هو الهواء، والهواء بالشلش. فهيدي الشغله الثانيه ليه هيدي النبته اذا بدك صار فيها هيك، لانه واحد مش مفخوتين، اثنين ما اشتغلنا على دريناج او على تصريف المي. هلا الشغله الثالثه وهيدي كمان كثير اساسيه نعرفها، وهون هلا ما يعطى له هم شو رح اعمل للمشاهدين، بس اذا بنطلع بترابيطه هيدا تراب احمر. اوكي. والتراب الاحمر هو مثل بات امودلي، يعني انت بتعرف اذا بتكون عم اوقات بيجي مي لايون بنلعب فيهم شوي للميات بيطلعوا بات امودلي. هيدا النوع من التراب اولا منه منيح للسكلنت وللكاكتس وهذا الشيء، لانه الكاكتس والسكلنت معودين على الصحراء، يعني على رمل، يعني الهواء بيقطع كثير ومش على كثره المي. وهيدا نوع من التراب بخلي المي دائما فيها وما بقى بتتنفس الشتله. سو ومشان هيك بنفرجي هيدا النبته كيف، لانها كانت كلها مزروعه هون. اذا هلا ببينوا كمان على الكاميرا كيف بلشوا يهتروا من تحت او هالاشياء كلها بسبب المي. فاللي رح اعمله انا رح افرط هالترابيط مثل ما هن، رح كسرهم. اوكي. وملاحظ قد ايه رح نتعذب لانه قد ما هن مجمدين يعني. هلا في كانت تكبهم، بس انه التراب هو دائما شغله كثير مهمه نحافظ عليها. سو بفرطهم. هلا لو عندنا وقت اكيد بغربلهم وبشيل الشلوش الميته منهم وهيك. واللي بعمله انا جايب معي تراب هي خلطه خصوصي للكاكتوس، وهيدي الاساس يعني. يعني نبته هلسي هي تراب منيح. فرح نعمله، رح نكب هالخلطه، رح خبرك شوي عن الخلطه شو فيها بقلبها. اكيد هيدي الخلطه فيها ميلانج من رمل، فيها ميلانج من حبوب بيض. هلا اذا بقربوا لنا عليهم بتبين كثير منيح، يلي بنسميهم البيرلايت، يلي هن كمان بيساعدوا كثير بالدرانج وهيك. ونفس الوقت اكيد فيها تورب، فيها شويه تراب. انا رح اخلطها مع تراب القديمين تيصير عندنا مثل خلطه زراعيه منيحه فيها كل المعادن. بكسر
مثل ما عم نشوف التراب القبل يلي مجبل، اوكي. وبهيدي الطريقه لو بالغلط افترض سقينا زياده او هيك، بهيدي الطريقه دائما بكون النبته عم تتنفس بقلب البو. تو رح اعمله هلا اللي رح ارجع الخلطه اللي انا جبتها ردها على البو، ولانه مثل ما قلت انه اكيد الخلطه هلا متكامله، يعني لو عندنا وقت كانت بشيل كل شلوش، كانت بشيل كل شيء مكسر ثاني. قلت لها ذكرتنا انه ما عم نعطيك وقت. لا لا مش هيك، بس انه بدها شوية وقت. صرت قايلها مرتي. لا لو عندنا انه بتعرف يعني هلا مثل ما الشيف يكون محضر الطبخه قبل فهيدي الشغله الاساسيه هلا. اوكي. هيدي النبته اللي كثير قويه. اوكي. وراح فرجي كم شغله وبتفاجئوا انه راح تصير. سو اول شيء هون على الكاميرا راح يبين هلا انه هي مهريه من تحت، بس كلها من فوق بعدها عايشه. سو راح اعمله اول شيء راح قصها من هون. اوكي. وتخيل هلا انا رح ضحي بكم وحده منها، بس هيدي بمجرد انا ارجع شكها بهالطريقه هيك فيها ترجع تعيش. اوكي. هلا اكيد بدنا نقص عليها او هيدا. رح اخذ وحده ثانيه هيدي مثلا، اوكي، كمان رح شكها واكيد بحطها هون بهيدي الطريقه اللي عم نشوفها. وهيدي البلانت اللي فينا مش بس كيف انا عم بعمل، افترض هيك اوكي بقصقصهم رح يبين هلا هيك مكعبات صغيره بس هيك، وتخيل قديش قويه انه كل وحده من هول كل وحده بتصير نبته. حلو. سو اذا قررت ازرعها هيك شك او هيك اوكي رح يرجعوا يعيشوا. سو هلا بنفرجي هول اكيد لوحدهم، رح نرجع بناخذ اكيد النبته الاساسيه يلي هي هون مشلشه وعندها شروش، هيدي رح تكون اساس على الكل، فهي هي اللي انا لازم حطها بالاول ثبت لها اكيد هلا نحطها لتثبت مع الترابيت كلها، وهي تكون الباز اللي انا رح اشتغل عليها وارجع بزرعها وبرجع بشكل هوليك على رواق او في حطهم ببويات ثانيين وبرجع بظبط هيدي النبته تبعي وبزيد التراب. لازم اول ما نزرع دغري نسقي؟ هلا دائما اول ما نحن اول مره بنزرع فيها دائما انا بقول لانه حركنا الشلوش والاشياء كلها فينا نسقي هالمره، نرجع بركي من عيدها بعد ثلاث ايام او بعد جمعه. بس هيدا النوع، وهيدا السؤال كثير مهم، هيدا النوع من الكاكتوس او السكرنت اللي هن العصيريات بنسميهم بالعربي، بعدين اذا عندها شلوشه، وهيدا يمكن الغلطه كمان اللي عم تعملها كانت المدام، هيدي بتنسقى اذا انا عندي اياها هلا ببيتي بالشتاء بس هي مره بالشهر او كل شهرين، واحسن طريقه تسقيها هي التخطيص. فهيدي كمان لازم ينعمل. سو انا باللي رح مليه بس تفرجي اكيد المشاهدين كيف على العالي كيف بتصير الخبريه. وتقول لك الي يعني هيدا مش كمان ما تخدلتش، بس لما بنحط ايدنا بتراب وبنشتغل بنكون سعيدين اكثر في دراسات على الموضوع وهيك. هلا هول اللي انا عملتهم قبل والله مش لطشه. هلا هي قلت لك كيف انا لو بقدر باخر الحلقه بعدني مقلع بالحلقه بعدنا الساعه 1 كنا غطسنا ايدينا بالتراب. يلا سو عمليا مثل ما قلت انا بقدر برياحه قصهم هيك وبيطلع لي نباتات مثل ما هون فرجينا او من الورقه، او حتى اذا حطيتها هيك لهن نبته مش يعملوا هذا الشيء لكل النباتات، هو كلهم رح يصيروا نبته منه. يعني تخيل قد ايه هين انه نكتره. هلا لنقول ان احنا افترض رجعنا زرعناها كلها وبدنا نساعدها، لانه تتخيل انه قد ايه عندهم اوراق وما عندهم شلوش. سو اول شيء بدنا نعمله هو نساعدها ترجع تعمل شلوش، لانه نبته بلا شلوش ما بيمشي حالها، لانه تحت البو في اكزاكتلي لازم يكون فوق البو تتكون النبته هلسه. هلا تساعدها انها تعمل الشلوش انا جبت معي دواء اسمه هيوميك اسيد. هيدا دواء جدا جدا هام للنباتات يعني، ومسكرينها شوي قويه نحن. فعمليا بناخذ منهم هنا بيكونوا باليتس سود، رح حطهم بالمي، وهون معنا مي، رح نحط هالباليتس السود بالمي. بكون اكيد على الدواء دائما في مقادير، هون كثير بدنا ننتبه لانه الهيوميك اسيد هو اسود، سو مبين قديش هيك اكيد دغري اخذ هلا عاده اكيد بدنا نحركهم. اوكي. هيدا الدواء جدا هام. هلا انا بعدين ما فينا هلا نعملها قصتها ما نجوى كثير، باخذ هيدي وبغطسها فيها او بسقي فيهم النبته. الهيوميك اسيد بساعد النبته اولا ترجع تقوى وهيدا، ويرجع اذا في معادن بالتربه الهيوميك اسيد بساعد هالمعادن يصيروا اكثر افيلبل للنبته لتقدر تاخذهم وتقوى وتعمل شلوش وهيك. سو جدا كمان هام نحط الهيوميك اسيد بالهيدا. فينا نسقي بس ما ننتبه ما يشرشر يعني يدبغ اسود، وفينا نغطسها فيها وتشرب من تحت. سو كمان هيدا من الاشياء اللي لازم تنعمل. فرح ارجع لورا ستيب وارجع ازرع النبته ونفرجي كيف بنثبتها اذا ما كنا عم نعمل اكيد البوتيراج اللي كنا هلا عم نعمله. سو نحن هون اذا انتبهت عبيت انا ثلاث ارباع على الفوق،
عم نحط هول النباتات شوي لنزول لانه هول اللي عاملين شلوش. اوكي يعني ملاحظ منا صعبه اذا واحد هيك بينتبه لهم. بحاجه شيء نقص من فوق ولا لا؟ هلا بغير نباتات كثير بحاجه لانه اذا اذا عم نزرع اذا ورد مزبوط كثير بحاجه كيف معك اكزامبل كثير مهم. اذا انا كنت عم بعمل ورد كثير ضروري كنت انا اعمل انت عم تقوله الي لانه عمليا مثل ما حكينا ما عندهم شلوش واذا تركنا كثير اوراق من فوق هول النباتات اكيد ما بيعودوا الشلوش ما بيعودوا ينمو وبتزبط. بس هن نبته اكسبشن لانها هي اصلا كثير كثير قويه في ما ارجع قصتها ما انزع الاشكال والالوان. سو هون ملاحظ انه هول الاثنين الاساس حطيتهم بالنص والبدي اياهم بعدين اذا انا في قصهم وشكهم بس كمان بجرب قد ما في غمق بشوف كيف عم نرجع تثبت شوي شوي فيهم يكونوا قراب على بعض فينا برياحه يعني برجع بقول لك هيدا النبته اسمها لسان الحما فور ريزن انه كل شيء بيطبق عليها ما بيطبق على اشياء ثانيه يعني مش كل النباتات فينا نعمل هالاشياء كلها. انا على فكره بحب حماتي كثير ومنسلم عليها يا ابني فما حدا ياخذها غلط يعني. سو هون عم نفرجي كيف قدرنا نرجع نعيشها وليك صار عندنا نبته هلا اذا هيك بتبين صارت هلا عن جد ما عندها شلوش بس رح يشوفوا انه شوي شوي كيف بعرف انا فرخت وزبطت ببلش يطلع من تحت هيك مثل نباتات جداد منها او هي بتطول هيك بنكون نعرف انه نحن هي بلشت تزبط. هلا بعد رح اعمل شغله هول اذا بدك البيزكس تبع كيف بنهتم بالنباتات تخليهم يرجعوا يعيشوا معي كمان دواء ثاني اسمه ابسوم سولت يلي هو بيستعملوه بالطبخ اوقات فهو سلفات مغنيسيوم. هيدا اذا انا باخذ منه انا حاطط هون قبل ودوبتهم برجع برشرش على نبته خاصه النباتات الداخليه كمان بساعدهم يخضروا يقووا اكثر اسرع ويصير عندهم اللون يلي اوقات بتفوت على محل بشوف واو هالنباتات كيف دائما هيك عندهم الوان حلوه مش يعني حاطينهم سبراي يعني عم نرش من هيدا الدواء على القليله هيك مره كل شهرين وهيك يعني هول اكيد اثنيناتهم اللي استعملتهم اليوم هيوميك اسيد والابسوم سولت هن يعني حتى مستعملين بالاورجانيك والاشياء الطبيعيه يعني ما عملنا شيء اكسترا تيرست اذا بقول. ممتاز شكرا كثير مارك لك على الحلقه الحلوه وناطرينك نهار السبت بحلقه جديده. نحن رح بنكون مع زميلتي رنا قصيح وجوله على اخبار الفنانين بسبوت لايت خليكم معنا.